بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على حلقه جديده من حلقات اساسيات علم الوراثه. حلقه هذا اليوم بعنوان الصفات المرتبطه بالجنس او السكس لينكد تريتس. هندرس فيها الصفات الوراثيه المرتبطه بجنس الكائن، وهنشوف هذه الصفات احيانا بيطلقوا عليها الصفات المرتبطه بكروموسوم اكس، وهذه الصفات هامه جدا في كيفيه انتقالها وتتبع القوانين المندليه كما سنرى في هذه الحلقه باذن الله تعالى. الصفات المرتبطة بالجنس في ذبابة الفاكهة. اكتشف العالم مورجان وجود ذكر لذبابة الفاكهة يتميز بلون العين الأبيض ويختلف عن اللون الطبيعي للعين الأحمر، ثم قام بتزاوج هذا الذكر ذو العين البيضاء مع أنثى تتميز بلون العين الأحمر اللي هو اللون الطبيعي النقي، مما أدى إلى إنتاج حشرات في الجيل الأول تتميز جميعها بلون العين الأحمر السائد كما توقع مندل في قوانينه الوراثية المعتادة. ولكن الجيل الثاني كان يحمل مفاجأة، فكما توقع مندل في قانون السيادة فإن 3/4 الجيل الثاني كان يحمل صفة لون العين الأحمر السائدة، في حين أن الربع كان يحمل الصفة المطرحية للون العين الأبيض. ولكن المفاجأة كانت أن كل الأفراد التي تحمل صفة لون العين البيضاء كانت ذكور، جميعها كانت ذكور، حيث كان نصف عدد الذكور يحمل لون العين البيضاء والنصف الآخر من الذكور يحمل لون العين الأحمر. ولذلك تساءل مورجان لماذا لم تظهر أو تظهر أي من الإناث لون العين البيضاء، وما مدى وكيفية وارتباط لون العين الأحمر بالجنس. وقد فسر مورجان ذلك بأنه افترض وجود جين لون العين على كروموسوم X وليس على كروموسوم Y، وبالتالي فإن الأنثى تحصل على نسختين من لون العين الأحمر لأنها تحمل كروموسومي X، في حين أن الذكر يحمل نسخة واحدة فقط لأنه يحتوي على كروموسوم X واحد فقط. وبإجراء تحليل بسيط لنتائج مورجان عن طريق مربع بانت أو بانت سكوير، فإن مورجان بدأ بذكر ينتج نوعين من الجاميطات أو الحيوانات المنوية، وهي واحد حيوانات منوية تحتوي على كروموسوم X وهذا يحتوي على جين لون العين، وحيوانات منوية أخرى تحتوي على كروموسوم Y ولا يحتوي على جين الخاص بلون العين. وبالتالي أما الأنثى فالأنثى ذات صفة اللون الأحمر تنتج جاميطتين أو بويضتين، وكل منها يحتوي على كروموسوم X، وكل منها تحمل لون العين الأحمر كما نرى في الشكل الآتي. وبالتالي فإن الجيل الأول الناتج من هذا التهجين سيحتوي رقم واحد على جميع الإناث الناتجة من هذا التهجين، سوف تحتوي على صفة لون العين الأحمر وقد نتجت من اتحاد كروموسوم X يحتوي على جين لون الجين الأحمر مع كروموسوم الآتي من الذكر مع كروموسوم X أو كروموسومي X الآتي من الأنثى، والتي تحتوي أيضا على نفس صفة لون العين. أما الذكور كما نرى فإن الجيل الأول جميعهم يحتوي على لون العين الأحمر أيضا نتيجة كروموسوم X الآتي من الأنثى وكروموسوم Y الآتي من الذكر، وبالتالي فإن الجيل الأول جميعه يحمل صفة لون العين الأحمر. ولكن عند تحليل أو تهجين ذكور وإناث الجيل الأول وإناث وذكور الجيل لكي نرى ماذا سينتج من الجيل الثاني سنرى ما يلي.
واستخلف هذه النسب كلية. أولا، فإن نصف الإناث يكون نقي لصفة لون العين الأحمر، أي يحمل فقط اللون الأحمر فيه، وذلك نتيجة هذا التزاوج. أما النصف الآخر من الإناث سوف يحتوي على صفة لون العين الأبيض. أما بالنسبة للذكور فإن نصفهم سيحتوي على صفة لون العين الأبيض أيضا، والنصف الآخر سوف يحتوي على صفة العين البيضاء. وبالتالي سيتم كل شكل من هذه الأشكال سينتج بنسبة 25% فقط من الناتج الكلي. وكما رأى مورجان من هذه النتائج المتوافقة تماما مع قوانين مندل، فإن هذه النتائج التي تم استخلاصها من مربع بانيت متطابقة تماما مع النتائج المتحصل عليها من عملية التهجين التي تمت فعليا. وبذلك استطاع مورجان أن يتنبأ بهذه النتائج قبل أن تتم عملية التهجين، وبذلك أجزم بتطابقها معها. ومن الجدير بالذكر إن نتائج مورجان الخاصة بالوراثة صفة العين في ذباب الفاكهة تنطبق على توارث كثير من الصفات الأخرى والأمراض الوراثية الأخرى في الكائنات الأخرى مثل الإنسان. فمثلا إن الجينات التي توجد على إحدى كروموسوم الجنس ولا توجد على الكروموسوم الآخر تسمى الجينات المرتبطة بالجنس. وتقريبا معظم الجينات المرتبطة بالجنس توجد على كروموسوم X، وبذلك يطلق عليها الجينات المرتبطة بكروموسوم X أو الـ X-linked genes. فمثلا في الإنسان بنجد أن الجينات المرتبطة بالعمى اللوني أو الهيموفيليا أو الضعف العضلي وغيرها من الصفات موجودة على كروموسوم X، وبالتالي فهي صفات نسمى صفات مرتبطة بكروموسوم X. إن وجود نسخة واحدة من هذه الكروموسومات في الذكور يجعل الذكر أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض من الإناث، لأنه لا يحمل نسخة أخرى من الجين على الكروموسوم المقابل التي قد تكون جيدة وسليمة، وبالتالي تمنع تأثيرات الجين المعطوب على الكروموسوم الآخر. وبالتالي فإن الذكور أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالكروموسوم من الإناث. نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد حاز على إعجابكم من أساسيات علم الوراثة، وقد رأينا فيها كيفية انتقال كثير من الصفات عن طريق الجينات المرتبطة بكروموسوم X، وهذه الصفات موجودة في معظم الكائنات حيث ترتبط كثير من الجينات بالكروموسوم X أو الكروموسومات الخاصة بالجنس في الكائنات المختلفة، وهذه الصفات يعني بتنتج عنها كثير من الأمراض أو كثير من الصفات المظهرية المرتبطة بها. نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد حسن إعجابكم، وإن شاء الله نلتقي إلى حلقات قادمة، ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.